السلام عليكم. حتولاني هسه شرح ما تبقى من محاضرة البيدياتريك سيرجري. توقفت غفران عند موضوع الانتستينال ابستراكشن، ذا نيو ناتال انتستينال ابستراكشن. طبعا هذا الموضوع هو يعتبر من اهم المواضيع، زين ليش؟ لانه تقريبا يعني يعتبر هو one of the most common admitting diagnoses to the intensive care unit, the neonatal intensive care unit. ما يقارب يعني ثلث الحالات، ثلث الادمشنز او الكيسز اللي تطب للانتنسف كير يونت هي it is intestinal obstruction، بغض النظر عن الكوز مالتها، لان احنا هسه راح ناخذ تصنيفات كلاسيفيكيشنز للاسباب او الكوزز مال الانتستينال ابستراكشن. لكن بصوره عامه هاو تو سبوت ذا انتستينال ابستراكشن، عندنا هني شلون مثل الكلينيكال فيتشرز موحده زين يعني تطلع في كل الانتستينال ابستراكشنز وات ايفر ذا كوز يعني بيهايند ات. فاولها مثلا يصير عندي ابدومينال ديستنشن، ممكن vomiting، كذلك inability to pass the meconium. Meconium هو the first stool that the newborn has to pass. Okay، عبارة عن يعني محتويات الأمعاء مالته. طبعا احنا نعرف انه البيبي inside the mother يعني ما عنده food feeding معينة ولا عنده digestion وكذا، وهي حتى يكون عنده، لكن عنده شنو content الداخل الأمعاء مالته، مثل متكون من bile secretions، mucus، الهير مالته، لانه يعني بالامنيوتيك فلويد هو دا يسبح وممكن الهير يعني يتساقط، فبالتالي يعني بلع مره ثانيه. فكل هاي هذا كله راح نسميه احنا الميكونيوم. ميكونيوم المفروض يعني يطلع at least within like 24 to 48 hours of life. زين لما نشوف ان الطفل he doesn't pass هذا الميكونيوم يعني بعد مرور هاي المدة، فمعناته there is something wrong, there is an obstruction maybe. مفهوم؟ فضلا عن الأعراض الثانية اللي قلناها مثل ال vomiting وال distension يعني abdominal distension وغيرها. زين نيجي هسه لل causes أو ال classifications مال ال neonatal intestinal obstruction. عندنا we can classify them into two. The first هي mechanical or organic، والثاني هو functional. زين احنا الشيء اللي معنيين بيه بالسيرجري هو الاول الميكانيكال، because this needs an immediate intervention, surgical intervention، while the second one does not need until it is life threatening. واضح؟ فنيجي هسه بالبدايه الميكانيكال. الميكانيكال it means that there is an organic lesion، مفهوم، بحيث مسوي obstruction. إذا نقسم ثلاث أقسام، القسم الأول هو الانترنسيك within the wall، يعني أنا عندي مشكلة بالwall، بالجدار مال الأمعاء، بالجدار مال الانتستين، صار عندي فد مشكلة، صار عندي فد خلل بحيث تسوي obstruction. فشنو ممكن؟ ممكن يصير عندي atresia. What is atresia أو atresia؟ هي إنه الأنبوب، زين إحنا نعرف الجت بصورة عامة هي tube، زين وبي folding وكذا وهاي، بس بالنهاية هو tube. فلازم يكون continuous وهو يعني مفتوح بفتحتين، يعني يبدي بالفم واخر شيء ينتهي بالانس. فأي خلل او اي discontinuity بهذا التيوب راح نسميه احنا atresia. مفهوم؟ اكو صورة هنا لطيفة تبين من هاي الاتريجيا، احنا سبق من ماخذيها بالامبريولوجي اذا تذكرون. اوكي هنا عندنا الاتريجيا ما احيانا تصير بالاسافجس او بالمريء، بحيث ما يكمل يعني يكون مكامل. هنا بأقصى اليسار عندنا normal anatomy اللي هي يعني esophagus ومكمل للستومك. بالصورة الثانية صار عندي atresia with distal fistula. fistula معناته انه صار connection يعني ويا مثلا التراكيا. ممكن عندي atresia with double fistula، يعني fistula من الجزء الفوقاني والجزء يعني هي راح تكون مقطوع من فوق ومن جوا، فالاثنيناتهم هذول راح يسوون فيستولا ويا التراكيا. ممكن لا فقط جزء واحد، وحسب بعد اسميه ديستل اذا كان الجزء اللي متصل بالستومك، ولا كان لا الجزء الحر يعني فوق حسميه بروكسيمال فيستولا. مفهوم؟ احيانا اصلا ماكو حتى اي فيستولا يعني زي مجرد اتريجا. طبعا هذا الحكي مثال يعني تبسيطي للاتريجا، لكن وين بالاسافاجس. لكن معظم الحالات اللي ممكن ناخذها احتمال ناخذها بالمحاضرات الجايه راح نحكي عن اتريجيا تحدث في مستوى يعني انصى شويه يعني على مستوى الانتستين كذا. زين فهاي شنو هذا يعتبر انترنسيك خلل بالوول، زين وصار عندي اتريجيا.
زين which is a failure of continuity. بعد عندي سبب آخر أو تصنيف ثاني اللي هو الاستينوسيس، أيضا يعتبر intrinsic intrinsic cause. الاستينوسيس هو بكل بساطة تضيق، فأيضا صورة ثانية توضح لنا إنه صار عندي استينوسيس pyloric stenosis. يصير عندي thickening يعني بالوال بحيث تكون الفتحة مالتها كلش ضيقة. زين النوع الثاني اللي هو التصنيف الآخر هو الانترا لومينال. فأنا ما عندي مشكلة بالوال، الوال is intact ما بي أي شيء، لكن خلي هو باللومن، أكو شيء داخل اللومن بحيث يسوي لي obstruction. زين فشنو هذا الشيء اللي داخل اللومن؟ ممكن يكون تيومر، ممكن يكون وات ايفر، يعني ممكن تكون ماس معينه جوا. فاحنا مثالنا بهاي المحاضره بالتحديد هو الميكونيوم، ميكونيوم اليس. زين هذا هو اسم الكونديشن، اسمها ميكونيوم اليس. ميكونيوم مثل ما قلنا قبل شويه هو the first stool that the newborn has to pass. احيانا هذا يكون thick وكذا وهاي، فيسوي لي obstruction، intraluminal obstruction. يقعد هناك ويتشلب باللومن يعني حد يسوي لي ابستراكشن. هسه راح ندخل في تفاصيله في هاي المحاضره. وقبل يعني ندخل في تفاصيله، it is worth noting that الميكونيوم ايليس is the most common، يعني واحد من الاكثر شيوعا من بالابستراكشنز. تقريبا up to 33% of all obstructions ممكن تكون هي ميكونيوم ايليس. زين ايضا عندنا اكسترنزيك. هذا مثلا يكون عندي مال روتيشن. ايضا if you recall from embryology احنا لما يصير عندي يعني الامبريوجينيسيس مال الجت تيوب، هو ببدايه تيوب عدد، زين تيوب عدد مستقيم، لكن شوي شوي بمر يعني الوقت يبدي يصير بي فولدينج. زين يعني بالنهايه الامعاء لازم تكون فولدد، زين الانتستين وحتى المعده نفسها ايضا لازم يصير بيها روتيشن معين وكذا. هاي ف لانه هو بالبدايه كلها قلنا هي عباره عن انبوبه، ف احيانا يصير عندي خلل بهذا الروتيشن. نحن تشوفون ايضا صوره اخرى تراويكم المال روتيشن. زين فيصير خلل بعمليه شو اسمها الروتيشن، فيؤدي بالنهايه الى obstruction. زين عندي ايضا annular pancreas. صوره هاي توضح لكم annular pancreas. بكل بساطة هنا أيضا يصير عندي malformation بالبنكرياس، بحيث البنكرياس ال two parts مالته تكون متصلة ببعض، زين وتحيط الدودنوم، تحيط الاثنى عشر. بهالحالة هاي الإحاطة يعني راح تظل تعصر على الدودنوم ضمن التيشيو مال البنكرياس، حيكون أكو مار من خلاله ال الدودنوم. فبهالحالة راح يصير عندي من obstruction. زين جيد. السبب الأخير اللي هو دي هو النيورولوجيكال. نيورولوجيكال هو ديزيز يعني كلش prominent واسمه يعني لازم نضل بالبال. أعتقد حناخذ أيضا في محاضرة يعني ضمن هذا الموديول اللي هو الهيرسبرونج ديزيز. زين هذا بكل بساطة إنه عندنا إحنا loss of the or absence of the parasympathetic ganglion cell. احنا نعرف انه الموتيليتي مال الانتستين is governed by the parasympathetic system. اكو parasympathetic ganglion cells منتشره على طول ال GIT tract او ال GI tract، وتكون يعني مسؤوله عن الموتيليتي والحركه ولا. تخيلوا لو ما كان عندي هذا الشيء ابد، ما موجود اصلا، يعني ما عندي يعني it is absent. زين فبالحاله الموتيليتي راح تكون شنو؟ اصلا ماكو موتيليتي. زين فهنا يقول إنه there is no compulsive activity that causes a failure to pass the meconium، وبالتالي راح يسوي لي neonatal intestinal obstruction. فهاي بالنسبة لي شنو؟ بالنسبة لي the causes the mechanical اللي دول كلهم يحتاجون شنو؟ يحتاجون surgical intervention. وبعد تختلف يعني بدرجة تعقيد كل واحدة عن الثانية، وأعتقد يعني جزء كبير منهم حناخذهم في المحاضرات الجاية. بس احنا المعنيين بيه في احد المحاضرة، ما تبقى من المحاضرة حيكون هو الميكونيوم إيليس. زين جيد. النوع الثاني اللي هو التصنيف الاخر اللي هو الفانكشنال. قلنا على الفانكشنال شغل ميديسن، شغل انترنال ميديسن باطنية وليس سيرجري. قلنا unless it is life threatening
شنو التصنيفات مالته؟ اولا عندنا ممكن يصير عندي سبسس اند سبتيسيميا. زين، فهنا يعني there is no need for surgery. We have in here sepsis. We give them antibiotic, you know. So there is no need for surgery. ثانيا اللي هو necrotizing enterocolitis. اللي هو يعني فد inflammation. I think we have here a picture for it. هنا على صورة مثل ما تلاحظون. ماخذين cross section بال healthy small intestine. Why cross section be بال necrotizing enterocolitis. ولاحظنا شلون يعني شلون الفرق يعني بحيث حتى اللومن صاير أقل. طبعا هو أكيد تفاصيل بيها وكذا ما نريد ندخل بيها، لكن just memorize it as an example. وعندنا أيضا ال prematurity وال drugs. Prematurity يعني just you know it, maybe a developmental issue يعني لأنه بعدها ما كان زين. It's a premature. وآخر شيء drugs used during labor such as overdose of تخدير. مرات أحيانا ينطون overdose لما يعني الأم بينما هي تجيبه الطفل فممكن يأثر على ال newborn. زين، وهي بالنسبة للأسباب وال causes مال ال neonatal intestinal obstruction كتصنيف يعني عام. ندخل هسه في تفاصيل النوع الأول اللي هو الميكونيوم إليس. طبعا أول intestinal obstruction حناخذه هو الميكونيوم إليس. الميكونيوم قبل شوي أخذنا شنو معنى ميكونيوم، قلنا هو the first stool that baby has to pass. والإليس هو الجزء الأخير the distal part of the small intestine. فالميكونيوم إليس يكون شنو؟ هو الميكونيوم اللي متجمع في distal part of the intestine اللي هي الإليس. لكن هي abnormal condition تكون لما هذا الميكونيوم يكون يعني ما يعني مصطلح حفظه اللي هو inspissated. inspissated يعني كلش متثخن، مفهوم صاير mucoviscid أو mucoviscidosis and impacted ومتجمع هناك in the distal ileum. ف يعني هاي هي الفكرة من هذا. طبعا هذا التجمع وإن هو الثخين وكذا وهاي حيسبب لي intestinal obstruction. يعني الإتيولوجي مالته الميكونيوم إليس بالتحديد almost always is caused by cystic fibrosis. مفهوم؟ فيعني أي ميكونيوم إليس احنا نخلي في بالنا انه الطفل هذا عنده شنو؟ عنده cystic fibrosis. طبعا cystic fibrosis يعني genetic disease، فيعني معناته انه family history موجود. لكن مو كل حالات cystic fibrosis تسوي لي ميكونيوم إليس. فقط 10 إلى 15% of the cystic fibrosis cases ممكن ان ينجم عنها ميكونيوم إليس. لكن الميكونيوم لكن ليس بالعكس. زين، الميكونيوم إليس is almost always associated with cystic fibrosis. اوكي، زين. الميكونيوم هو بنفسه اللي حاليا موجود بالميكونيوم إليس يعني impacted in the ileum يختلف عن الميكونيوم الطبيعي بكون الواتر كونتنت مالته اقل 65%. همتين يحتوي على lower sucrose and lactase levels، اكثر البومين و decrease بالبنكرياتيك انزيم. هاي سوالف كلها is typical for the cystic fibrosis because we have abnormality in the exocrine secretions and the pancreatic enzyme deficiency. زين، شغلات related to the cystic fibrosis تنعكس بالميكونيوم كذلك. مفهوم؟ زين. طبعا الميكونيوم قبل شوي ذكرنا انه هو المفروض يعني the baby has to pass it within 24 to 48 hours of his life يعني بداية حياته، يعني خلال خلينا نقول يوم الى يومين. فلما انه اشوف انه failure to pass it فمعناته انه عندي يعني you know maybe obstruction. زين، فهاي المدة مهمة لازم اخليها في بالي، لان بعد شويه هم راح نشوف اكو فد كلينيكال يعني significance لهاي المدة. زين، هاي شو اسمه يعني خلال later months of the uterine life of the fetal life هذا المكسشر will become progressively inspissated and inherit to the distal 15 to 30 centimeter of the ileum with a small colon due to unused atrophy. معناته احنا هنا colon راح يكون يعني شلون atrophied. why? because it is not used.
مفهوم. احنا نعرف انه الاتروفي دائما يعني مثلا لما فد عضو معين او فد خلينا نقول مثلا عضله فد شيء مثال تبسيطي ما نستعملها قبل راح يصير بها اتروفي. فهنا نفس الحاله الكولون بالنهايه اتس مسل زين اتس سموث مسل. فهم لما ما تستعمل ليش؟ لانه اكو ابستراكشن ما دي يجيها اي شيء ايضا شنو يصير بها اتروفي وحتسوي لي ما يسمى بالمايكرو كولون كولون صغير. وهذا الشيء كلش يعني كاركترستيك لما اشوفه وين اشوفه بالاكس راي زين يعني او لما انطفت كونتراست معين. فهنا هاي شغله مهمه المايكرو كولون. طبعا احنا نعرف ان البيبي هو during the uterine life يعني مو الجي اي تي مالته مو فارغه صح هو he's not being fed but انه يعني اكو شغلات مثلا تمر خلال الانتستين مالته وكذا وهاي فيعني كله تقريبا خلينا نقول شغال وده يصير عنده حتى اكسكريشن داخل اليوترس زين بين ما هو يطفو بالاميوناتيك فلويد مفهوم. ففجأة وصار عندي مثلا يعني احنا قلنا هذا بروجريسيف زين وصار عندي ابستراكشن فبالتالي هذا شوي شوي حيفقد وظيفته الكولون زين او ما ده يستخدم اصلا فبالتالي صار بيه اتروفي صار عندي مايكرو كولون زين. Also, polyhydramnios is يعني occur in 10 to 20% of the time. The newborn is often small or gestational for gestational age, but prematurely is unusual. زين. التصنيفنا للميكونيوم إليس هيكون اثنين. يا أما يكون simple, uncomplicated. زين. أو يكون complicated. مفهوم؟ الفرق بين الاثنين هو التالي. اولا بال uncomplicated meconium ileus ال condition هاي هي it is just we have thickened meconium ومسوي لي simple intestinal obstruction in the terminal ileum that's it. يعني هنا انا نسكت انه انا عندي thickened meconium موجود بال distal ileum وسادة مسوي لي obstruction اوكي ها هي خلاص الحكي. بال complicated لا راح تصاحبه الابستراكشن هذا حتصاحبه ممكن perforation حتصاحبه valvulus حتصاحبه necrosis كذلك ممكن ايضا peritonitis. فيعني هاي الشغلات تكون مصاحبه للانتستينال ابستراكشن فبهالحاله اسميها يعني عندي complicated meconium ileus زين. فهذا هو الفرق بيناتهم. uncomplicated ايضا اسميه simple زين. طبعا يختلفون حتى من ناحية انه البرزنتيشن مالتهم. فيعني مثلا بال uncomplicated تقريبا الاعراض يعني تظهر بعد يعني 18 ساعة هيك شيء يعني مفهوم. لكن بال complicated لا تظهر بشيء يعني خلينا نقول after birth مباشرة يبين الطفل زين. وممكن اصلا يطلع وهو عنده يعني peritonitis وكذا يعني peritonitis اساسا صاير قبل يولد مفهوم وهاي الكومبليكيشنز الاخرى. بينما بالsimple or uncomplicated لا يمر وقت والاحظ عليه اعراض الابستراكشن اللي حكينا عنها كلش بالبدايه قلنا اعراض تقريبا مشتركه اللي هي bloating اللي يعني distension vomiting كذا كذا زين. اي فهاي الفرق بين الاثنين. طبعا لما نسوي abdominal examination حشوف انه اكو ماس يعني اقدر اتحسسها اللي هي نفس هذا هو الميكونيوم. As for the investigations فاول choice هو الابدومينال plain abdominal x-ray. اهم findings حشوفه انه there will be no air fluid levels because the viscosity of the meconium اللزوجة والthickness مع الميكونيوم will interfere between the fluid and the air فبالتالي ما راح تسوي air fluid level and this is very characteristic for the meconium ileus because it is the only intestinal obstruction without air fluid level okay. فهاي شغلة مهمة زين. بعد شنو ممكن أشوف findings بالabdominal x-ray انه there is a ground glass appearance or soap bubble زين بالright lower quadrant. فهي شغلة مهمة أيضا هاي اللي swallowed air حيظهر بهذا الشكل. وهمتين less rectal gas
وهاي كلش يعني خلينا نقول differential، لانه مثلا بالميكونيوم بلاك سيندروم اللي هو موضوع اخر حناخذه في نهايه المحاضره، او بالهيرشفرونج ديزيز اللي هو اعتقد اكو محاضره كامله له هنا. أنا لا، العكس تماما حيكون we will have more or يعني اكثر ركتال جاز موجود. وهذا السبب انه الليفل مال الابستراكشن هنا في هذه الحاله هنا يعني مثلا يجوز complete obstruction، فبالتالي there will be no passage of gas يعني للمنطقة بالراكتم زين، فما حشوفها نهائيا. جيد. النقطة الثانية هو اللي هي الانيما، diagnostic انيما. هنا أنا هستخدم contrast مادة اللي هي الجاستروغرافين. جاستروغرافين هاي شغلها شنو؟ انه هم يسوي لي فيجواليزيشن يعني اللي موجود، وعن طريقها اقدر اشوف المايكرو كولون، وهماتين بنفس الوقت it contains wetting agent. اوكي، هاي الwetting agents قد تعمل على شنو؟ على تخليصها من الميكونيوم، هذا الفيسكس ميكونيوم، مفهوم؟ فيعني the anemia could be شنو؟ could be diagnostic and therapeutic at the same time، مفهوم؟ واساسا اني يعني The treatment مال simple and complicated meconium ileus راح تكون احدى يعني الاساليب اللي حتبعها هي هاي الانيما. واضح؟ زين، هسه بالبارت مال التريتمنت بنحكي عنها. اخر شيء السويت تيست. This is يعني this test is يعني اسويه يعني باي patient عنده cystic fibrosis. واحنا قلنا انه يعني 10-15% من الكيسات مال السيستيك فايبروسيس اذا طفل عنده هيك راح يكون عنده ميكونيوم اليس، لكن الميكونيوم اليس بحد ذاته هو almost always okay caused by cystic fibrosis or as a complication of cystic fibrosis. مفهوم؟ فالسويت تيست it is just you know to confirm the cystic fibrosis. زين، بالنسبة للتريتمنت فأناني conservative treatment and operative treatment. الoperation أو الـ يعني surgery يعني ما ألجأ إليها إلا بعد ما أفشل في الconservative. واضح؟ conservative شي يشمل أول شي الNG tube زين، حتى سوي decompression of the stomach and bowel إذا أكو يعني gases fluids كذا، هاي من أنا أوخرها، هاي شغلة مهمة. ثانيا الـ IV fluids زين، لانه الطفل ده يخسر فلويد ليش؟ بسبب الفوميتنج، مفهوم؟ ف I have to يعني احط له IV fluid to replace the pre-existing fluid deficit and ongoing losses. هماتين antibiotics، this is يعني هم شغله مهمه، لانه obstruction يعني معناته يفتح الباب للبكتيريا والكذا والعافيه، مهم انه انطي ايضا antibiotics. زين، incubator with oxygen على مود سالفة ال heat loss وكذا، و therapeutic anemia. This is important. This is the most important one. لأنه قلنا إحنا الأنيميا هي diagnostic and also therapeutic. فممكن هي يعني واحدة فقط تكون كفيلة بأن تعالج الميكونيوم إليس. The simple meconium ileus. زين. لكن في حالة وفشلت فهنا أنا راح ألجأ أني للأوبريتيف. زين، اللي هي السيرجري. فهنا انه اللي حسوي شنو؟ انه راح اسوي اني انتيرو ستومايز، وهاي الانتيرو ستومايز ممكن تكون one or more than one، بحيث يعني it will enable the surgeon الجراح to relieve the simple meconium ileus. لكن هاي العملية تكون يعني خلينا نقول مرهقة بالنسبة للطفل يعني، مفهوم؟ يعني هي الفكرة مالتها انه السيرجن هو يعني بايده راح يوخر هذا الميكونيوم إليس، زين، بعد ما يسوي عدة خلينا نقول ثقوب أو يعني something like that بالإنتستين، بالمكان اللي هو بالإليس أو بالإليوم. لكن في حال لو كانت يعني الشسمة يعني ما يتحملها، أو خلينا نقول الجنرال status مال النيونيت ما تتقبل هيك شيء عملية معقدة، فبالحالة أنا حلجأ للثانية اللي هي الإليوستومي. الإليوستومي ببساطة إنه أنا أجيب يعني أجيبها لل يعني هنقول أقصها وأروح أوديها شنو أسويها ستوما، كأنما طلعها بالسكن مفهوم من الأبدومينال وول، وأبدي أسوي شنو
يعني اسوي لها washing زين لحد ما يعني I relieve all the obstruction زين. فهي الفكرة مالتها يعني بكل بساطة. هسه كل الحكي اللي حكيناه هو على simple uncomplicated meconium ileus. عندنا ايضا complicated meconium ileus سبق وان شوية يعني انطينا هنتات عليه. اهم هي انه مقارنة بالسيمبل هنا أنا راح يصير عندي perforation، ممكن يصير عندي necrosis، ممكن يصير عندي volvulus أو intestinal atresia مفهوم أو peritonitis. فكل هاي شغلات يعني associated with just the obstruction اللي هو أساس الموجود في السيمبل، فيصير عندي شنو ما يسمى بالcomplicated meconium ileus. زين الكلينيكال فيتشرز مالته انه تظهر علاماته earlier زين بشكل ابكر مفهوم، والكومبليكيشنز المصاحبه له قد ايضا تكون يعني ظاهره وموجوده قبل لا ينولد الطفل اساسا مفهوم. فهاي هي شغلات مهمه تفرق عن ذاك. ف the same uncomplicated but abdominal distension occurs shortly after birth زين، يعني ذاك اذا كان يعني قد يصل الى 18 ساعه هيك شيء وبعدين يلا تبدي الفيتشرز مالته الكلينيكال فيتشرز، هذا لا هذا earlier زين يعني اقل من 12 هيك يعني جزء within the first 10 hours of life زين. كذلك راح يصير عندي لانه انا عندي fluid accumulation بال او لانه peritoneum cavity is involved، فممكن الاكيوميليشن يعني شلون يطلع عبر الكوميونيكيشن مال البريتونيال كافيتي. البريتونيال كافيتي عادة يكون مفتوح ويا من في حالة إذا هي يعني البيبي is a girl، فمفتوح ويا ال يعني الريبرودكتيف سيستم تحديدا ويا فتحتي الفاليوبيان تيوبس. ممكن نشوف انه عندنا vaginal swelling مفهوم due to fluid accumulation in the fimbriated ends of the fallopian tubes. في حال لو كان ذكر فهنا راح نشوف scrotal swelling خصوصا ده عندي patent process vaginalis مفهوم، وهي ضمن التكوين يعني ضمن الامبريوجينيسيس بالبداية هي تكون هناك بالابدومن، فقد يعبر لها يعني ويصير عندها swelling. وبعدين قلنا هنا اساسا manifestation تظهر حتى قبل الولادة هنا في complicated meconium ileus. ال diagnosis هنا ممكن we can diagnose this condition يعني بال intra uterine life زين يعني قبل الولادة عن طريق ال ultrasound. ممكن نستخدم أيضا chest x-ray، وهنا راح نشوف إنه أكو air fluid level. This is important okay بسبب إنه أكو perforation peritoneal cavity، ف there is air fluid level. Also we're gonna see اللي هي هاي فتشي يعني حتى نشوفها بالميكونيوم إليس السيمبل الانكمبليكيتد اللي هي distended loops of small bowel. ولكن الشيء الجديد هنا انه يصير عندي calcification مفهوم زين. التريتمنت فتشي يعني مشابه جدا ل يعني من ناحية الconservative treatment اللي هو intravenous fluids بالإضافة الـ NG tube والـ incubator with oxygen antibiotics. بس الشيء المختلف هو هذا، إذا كانت حالة stable وما عنده sepsis الـ child، فبهالحالة يعني راح مجرد أسوي له resection زين، يعني أشيل المنطقة اللي بيها perforation، أشيل المنطقة اللي بيها necrosis كذا، هاي أسوي له resection و primary end to end anastomosis خلاص واسدها تماما مفهوم، لان ما عنده سبسس ما عنده كذا، هاي مجرد انه ريسكشن اند اسدها. هاي اذا كانت الحاله يعني مال البيشنت از ستيبل. لكن لو كان ان ستيبل واكو ابسس عفوا سبسس سوري اف سبسس بريزنت فهنا لا راح الجا انه اسوي اليوستومي مفهوم. اليوستومي اللي هي نفس حاله السمبل لما سوينا له اليوستومي. الإليوستومي حتكون يعني موجودة مفتوحة إلى غاية أن يتحسن، فآخر شيء يسوي لها كلوجر.
And lastly, we have the meconium plug syndrome. This is يعني الميكونيوم بحد ذاته هو normal. It is not thickened. It is not associated with cystic fibrosis. يعني هاي شغلات خلي كلها نلغيها. لكن المشكلة هو أنه عندي أني dysmotility. Okay, so an abnormal movement or absence of movement للcolon. زين فهذا حيخلي الميكونيوم يتجمع لحد ما يكون يعني firm ويسوي plug. زين ويسبب لي obstruction. فهي هنا الفكرة انه يعني بالنهاية احنا الأمعاء لازم تتحرك. زين واحنا اخذنا اصلا واحد من الديزيزز اللي هي تعتبر intestinal obstruction, سوي لي intestinal obstruction اللي هو منه الهيرشبرونج ديزيز. قلنا هذا اللي هو loss of the parasympathetic ganglion cells. هذا يعني خلاص بعد تكون اموتايل الكولن, فبالتالي ما راح يصير حركه, بالتالي يصير ابستراكشن لان تتجمع هاي السوالف. زين الان يعني لازم نفرق بين الاثنين. الميكونيوم بلاك سيندروم it is not the same as the Hirschsprung disease, بس هي تشبهها يعني نقدر نقول هيجي. فاذا شفنا او اذا شكينا ميكونيوم بلاك سيندروم we have to exclude, زين او we have to rule out الهيرشبرينج ديزيز. اوكي طبعا هاي يعني كيف يدافعوا هاي الكلمه شويه طويله ما زين, فشوفوا شلون تلفظ بشكل صحيح. طبعا هاي الميكونيوم بلاك سيندروم اتس رير, اتس بناين, عكس الميكونيوم الياس اللي قلنا عليها هي تعتبر لا بالعكس كومن, وقلنا اب تو 33% اوف ذا يعني انتستينال اوبستراكشن هي اساسا هي من هالنوع. بس هاي لا رير, وهي ايضا بناين. شلون بناين؟ لانه حتى يعني التريتمنت مالتها ما يعني ماكو حاجه انه ادوخ نفسي, يعني مجرد فيزيكلي اي كان ريليف ات, اي كان ريليف ذيس ابستراكشن عن طريق انه يعني اسوي ركتال ستيميوليشن, مفهوم, لحد ما يعني ترجع الحركه. زين تدب الحياه في الكولن ويتحرك وذاتس ات. زين او ممكن ايضا الجا لكونتراست انيما. زين اوكي